السلام عليكم. مؤخرا تداولت بعض الصحف واحد الصوره ديال واحد الكليه ديال الهندسه في مصر. هاد الصوره ديال واحد الطلبه كيدوزوا واحد الامتحان، ووسط هاد الامتحان هذا تحطوا واحد السؤال غريب، سؤال ما عمره ما تحط كاع في شي امتحان، وهذا السؤال تطرح في ماده المقاومه للتكنولوجيا. وصراحه هاد السؤال هذا عجبني حتى انا، ما كرهتش كون كنت وسط هاد الامتحان هذا باش نجاوب على هاد السؤال. كنظن بلي كلشي كان كيتمنى كون كنت وسط الامتحان باش يجاوب هو على داك السؤال. وعاوتاني الغريب في الامر هو انه رئيس ديال الجامعه تعتقل راه التحقيق بسبب هاد السؤال هذا، او بسبب المخالفه ديال المعايير اللي تحط بها هاد السؤال. حيت ما عمر تحط في العالم بحال هاد السؤال. واكد لهم الرئيس ديال الجامعه باش غادي يدير واحد اللجنه خاصه اللي غتصحح هاد السؤال، بعد ما غادي تمنع الاستاذ اللي حط هاد السؤال هذا من التصحيح. بغيتو تعرفوا شنو هو هاد السؤال الغريب اللي تحط؟ قال لك اسيدي بعد ما تحطوا جميع الاسئله بشكل عادي تحط لهم واحد السؤال من اختيار الطالب، زعما سؤال من اختيار الطالب، حط السؤال ديالك وجاوب عليه كي بغيتي. وزوينه هاد القضيه، واو بصراحه تشهيت هاد السؤال هذا، ما كرهتش نشدو نجاوب عليه. قال لهم الدكتور علاء وزيري كيفاش حتى تحط هذا السؤال هذا، جا مراعاه الظروف ديال الطالب في الجائحه ديال كورونا، وحيت انقطعوا على الدراسه لمده طويله، وقلت حتى رده الفعل ديال الطالب جات بشكل ايجابي، فما عادي يعني تعاملوا مع السؤال كيف خصو يتعامل مع اي طالب. وما تنساش تضغط على زر الاشتراك وزر اعجبني الى عجبك حتى انت هذا السؤال، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.